رحت قعدت على الكرسي اللي قدامها وقلت لها ايا كان اللي بيحصل دلوقتي، ايا كان مين عمل فيكي ايه ولا مين قالك ايه، حقيقتك هو يو ار ما تتغيرش لا بكلام حد ولا بتصرفات حد. كلنا كنا مستنيين 2020 تخلص، بعد كده اكتشفنا ان اللي بعدها اصعب. رجوع الحياة لطبيعتها طلع ليه طبيعة تانية خالص، التحديات بقت ورا بعضها. فانا هكون معاكم كل اسبوع عشانكم وليا انا كمان، اشارك معاكم مديتيشن كده صغيره سريعه، واتمنى انها تكون بتديكم وتديني انا كمان كومفورت وامل وسلام وهدوء داخلي. يلا بينا. ما تحكمش. قبل ما نحكم على حد نفتكر احنا كنا ايه، مش الوضع اللي احنا عليه دلوقتي. وبجد من نقطه البدايه للنقطه اللي احنا عليها دلوقتي دي بستر ربنا، هو اللي انقذنا وعدى بينا مش شطارتنا حتى. الفكرة كمان ان نقطة البداية دي بتختلف من حد للتاني، يعني زي ما احنا شايفين مثلا الاجيال دلوقتي كل حاجة بيعرفوها بدري بدري، ونقول احنا ما عرفناش حاجة زي كده غير بعد ما اتخرجنا واشتغلنا. فحتى ناخد في الاعتبار نقطة البداية بتاعت اللي قدامنا ممكن جدا تبقى مختلفة عندنا في التوقيت وفي حالتها. اصل كلنا عندنا مشاكل، بس في ناس شاطرة قوي بتعرف تداري على ده، وناس تانية كتاب مفتوح بيبان عليها. عارفين في زي تيشيرتات كده بيبقى مكتوب عليها Don't judge me, I am a work in progress، اللي هو فعلا احنا كل حد فينا مشروع بينمو بينضج، ومحدش يحكم عليا في الوضع اللي انا فيه دلوقتي عشان انا لسه مشروعي ما كملش وهيفضل طول الوقت بشتغل على نفسي. يعني من الاخر مش بس اللي قدامنا لسه في الطريق، احنا كمان لسه في الطريق. كنت داخله كافيه وكالعاده مليان تينز بدوشتهم وزحمتهم، واحدة منهم كانت قاعدة لوحدها وبتعيط ماسكة الموبايل منهمكة جدا في الشات. فبيني وبين نفسي قلت يعني تينز دراما، بس فعلا لما جالي كده فلاش باك الفوضى اللي انا نفسي كنت فيها لما كنت في سنها، رحت قعدت على الكرسي اللي قدامها وقلت لها ايا كان اللي بيحصل دلوقتي، ايا كان مين عمل فيكي ايه ولا مين قالك ايه، حقيقتك هو يو ار ما تتغيرش لا بكلام حد ولا بتصرفات حد تاني. كنت حاسه ان انا يعني كان نفسي حد يقول لي ده زمان، ف واي نوت حد يعرفه من وهو صغير، من سترينجر واقفه تجيب قهوه. زمانها هي نفسها عملت جادجمنت وقالت ايه المجنونه دي، بس الاهم عندي ان انا ما عملتش جادجمنت وما استسلمتلوش. بجد مهم قوي نفتكر ان ربنا كان رحيم تجاهنا، فاحنا كمان محتاجين نكون بنمد احنا كمان الرحمه للي حوالينا بدل الحكم. كلنا بنحاول نشق طريقنا وناخد القرارات الصح، المهم نتضع ونفتكر نقطه البدايه. فما دامت لنا الفرصة فلنعمل الخير للجميع ونحسن إليهم. قدم الرحمة لغيرك، ما تحكمش على وضعهم الحالي، كلنا a work in progress. يا ترى ايه اكتر حاجة فرقت معاكم المرة دي؟ طب ازاي تقدروا تطبقوا الكلام ده الاسبوع ده قبل ما اكون معاكم الاسبوع الجاي بموضوع جديد وتطبيق جديد؟ مستنياكم تشاركوني. looking forward.